الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت الجمعية العالمية للاقتصاد والطاقة أن الطلب من السعودية والإمارات على زيادة إنتاجهما من النفط لتعويض النفط الروسي يأتي على رأس أجندة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، ومبينة أن العراق بلغ الحد الأقصى للإنتاج ومن الصعب أن يتمكن من زيادته لأنه لا يملك إنتاجا نفطيا فائضا. وأوضحت أن الموضوع لا يتعلق فقط بالإمكانية الفنية لزيادة الإنتاج، مشددة على أن غياب النفط الروسي عن أوروبا في نهاية العام سيخلق فجوة من الصعب سدها بإمدادات أخرى، حتى لو تمكنت الإمارات من زيادة إنتاجها بنصف مليون برميل والسعودية بمليون برميل خلال سنة. أفادت وزارة التجارة في العراق بأن البلاد بحاجة ماسة إلى محصول الشعير لسد النقص في موضوع الحنطة وخزيناته في البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن وزارة التجارة كانت تتسلم الشعير من الفلاحين وتعطيه لوزارة الزراعة لتوزعه على مربي الثروة الحيوانية، لكن موضوع تسويق الشعير توقف منذ 3 سنوات. يشار إلى أن وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية، فيما حذر وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي. تعتزم الحكومة اليمنية تسريع وتوريرة الجهود والإجراءات الهادفة للحصول على التمويلات والمنح المالية الدولية، خصوصا الوديعة السعودية الإماراتية، وإتاحتها للاستخدام بما يمكنها من مواجهة حدة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. وأكدت الحكومة اليمنية استيفاء جميع المتطلبات لاستيعاب الوديعة المقدمة من البلدين بناء على ما قامت به من إصلاحات مؤسساتية بهدف العمل بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في العمليات المصرفية كافة. ودفعت الأزمات الاقتصادية مجلس القيادة الرئاسي في البلاد للوقوف على وضعية القطاع النقدي وسوق الصرف والإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار السوق وتعزيز موقف العملة الوطنية وتوجيه قيادة البنك المركزي. أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل صناعات الحديد والصلب وتصنيع أجهزة الحاسب الآلي والمنتجات الإلكترونية والبصرية والمركبات والمخطورات وإنصاف المخطورات والنقل البري والنقل عبر خطوط الأنابيب. من جهته أعلن المفوض الأوروبي ماروس تيفانفويتش إن الاتحاد الأوروبي سيسعى لمنع الإفلات من التدابير التي على الذين التفوا على العقوبات الأوروبية السابقة على روسيا. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي 6 حزم من العقوبات على روسيا، آخرها الحظر على معظم واردات النفط الروسي. سجلت بورصات النفط العالمية خسائر أسبوعية كبيرة عند الإغلاق بالرغم من ارتفاعها في آخر جلسة لها يوم أمس، وأغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بمقدار 0.10 سنتات ليصل إلى 90.98 دولارا، إلا أنه سجل خسائر أسبوعية كبيرة بلغت 4.07 دولارات، ما يعادل 4.92%. وأغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع بمقدار دولارين ليصل إلى 100 دولار، إلا أنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 5.86 دولارات. كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بمقدار 1.81 دولار ليصل إلى 97.59 دولارا، إلا أنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 7 دولارات أو ما يعادل 6%. والآن إلى معرفة أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.